مساء الخير، بدي أورجيكم two variations من البوش أب. إن شاء الله يكون مفيدين لكم، خصوصا الناس اللي ما بيقدر يروح على الجيم عشان تلعب تمارين مقاومة في البيت. أول واحد اسمه دايموند بوش أب. هذا التمرين رح يفيد أكثر للترايسبس والصدر من جوا، ناس عندهم هاي المشاكل. خلينا نشوف على الفكرة من الاسم، تعمل إيديك زي هيك زي الدايموند، زي الماسر زي الجوهرة. والخدعة انك تضب الكوع لجوا، ما تخليهم تفلير، ما يفتحوا لبرا، تمام؟ كوع لجوا شكل الدايموند وانزلها. هذا التمرين كويس. التمرين الثاني للمتقدمين شوي صعب، يدرب تقريبا كل الجسم. بدك تركز على فكرة انك تقرب الصدر لعند الرجلين. وهذا كان تمرين مايك تايسون، جربوه وادعوا لي. بس اذا بوجعوك كتافك ثاني يوم الصبح معلش، لانك مش متعود. تصبح على خير. بس طبعا